والله نعم قامت بالتنظيف، بس ما بوقت التنظيف، لانه التنظيف حيصير خلال مداولة العمل يعني بالنهار. احنا المفروض البلدية تشتغل بالليل، تداول اعمالها وتشيل الانقاض وتشيل الاوساخ اللي بالسوق. فاحنا نطالب من الحكومة تساعدنا هالعشر ايام هذه، احنا يعني مضرورين من قبل كورونا ومن ورا السوق يعني فلشوا، واحنا مصلحتنا يعني، بس احنا نريد يعني ينظرون لنا لهي الوضعيه. والله جو العالم يعني البلديه شهاده لله انه نظفوا العالم، بس ايش ينظفون بوقت الشغل، وقت يعني تعرف انت موسم والعالم ازدحامات والناس اللي تمشي، فيجي شفر مضايق العالم ومضايق الناس. موضوع الاعمال تصير بالليل بعد بالثمانيه بالليل بالتسعه بالليل، ماكو احد، السوق معزل، هذه يشتغلون براحتهم ما شاء الله، والله جهودهم مشكوره يعني، الناس حيشتغلون. والله هو وقت ما مناسب، هو بالحق اجل اللي ورا العيد، اشواس جو اشتغلوا يعني طلعوا العالم، هاكو عالم تروح تجي يعني وسخ، لا يقع على احد لا شيء، فعادين جو اليوم نظفوا، هو بالحق وقت اللي ورا العيد. شو ما ياثر، احنا اصحاب عوائل، هسه احنا من الزنجيلي، جاي انا عاد اعبر من الزنجيلي لي هنا وعاد اشتغل، يعني اذا انا ما اشتغل من يعيش اهلي؟ السوق ما تنظف، تنظف هسه يجيك سوق ازدحام، نحن موسم عيد عندنا. يجيك الصبح يشتغل وعالم سوق الزحام ماكو شيء، لازم نطلب من المقاول، نطلب من قام مقام السوق يشتغلون بالليل، لانه نحن هنا موسم عيد عالم، يعني لو بغير دوله هذا المشروع مالهم خلال اسبوع يكملوه كامل، غير دوله ما عندنا بالموصل وبالعراق خاص، هذا المشروع مالهم صار له ست اشهر سبعة اشهر، وين هذا؟ وين اكو مشروع؟ البلدية لا والله قليل تجي، يعني هاليوم هاي تقريبا صار 10 ايام النفايات، هسه يلا جت الشفل وعايشين الاوساخ، وعندنا يعني طلب من البلدية ومن المقاول انه لازم يلحقون شغلهم على وقت، لان احنا هسه موسمنا وعلى باب الله، هاي وحدة. اثنين انه الاليات تشتغل بالنهار، هاي ما اليات مال المقاول، هاي مال البلدية بس تشيل النفايات لا اكثر ولا اقل. فاحنا يعني نطالب انه يعني يسرعون الشغل وبلكي بالليل، يعني من الصبح ما عنده مشكله.